نهائي كأس السوبر المصري ينتهي إلى فوز أهلاوي بركلات الترجيح بعد ركلات ترجيح ماراثونية حقيقة انتهت ب7-6 لصالح النادي الأهلي. وكما ترون خلفي احتفالات النادي الأهلي، احتفالات جمهور النادي الأهلي بهذا التتويج بعد الإخفاق في كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك. تعوا معي لحتى نتابع آراء الجماهير من الأهلي إلى الزمالك. الاهلي طول عمره معودنا ان احنا كده كده هنكسب اي بطوله. اللي حصل البطوله اللي فاتت ده كان ممكن يكون ضربه حظ من الزمالك او حاجه، بس كده كده البطوله طالما فيها الاهلي والاهلي وصل للنهائي هي بطوله الاهلي. طبعا نادي الزمالك اليوم كان ند كبير وكان على فترات من الماتش كان ممكن يقدر يكسب الماتش، بس الحمد لله توفيق ربنا وعشان الجماهير ما تروحش زعلانه. الماتش كان فرصه كبيره بالنسبه للاهلي، يعني كان اكتر من فرصه حتى في الشوط الاول، اكتر من 5-6 فرص، كور في العارضه، فاولات، انفرادات ضيعناها. بس كان الماتش النهارده كان يعني الزمالك فريق كبير وكان لازم النهارده الماتش نكسبه بالذات عشان اللعيبه ترجع لها الثقه تاني، لانها كانت فقدت الثقه في الماتش بتاع الرياض بتاع السوبر الافريقي. المباراه دي يمكن اقل شويه من المباراه اللي فاتت، يعني احنا كان لنا كعبنا كان عالي النهارده عنه، لعبنا وادينا عنهم النهارده، يعني ضيعنا فرص كتير، بس يعني الحمد لله هما فرحوا في السوبر الافريقي واحنا فرحنا في السوبر المصري، بس احنا الحمد لله فرح الناس كلها. سبب الخساره انا شايف ان اللعيبه ما كانتش مركزه قوي النهارده قوي، كانت مركزه الماتش اللي فات بتاع السوبر الافريقي، بس النهارده يعني كان التركيز اقل شويه، بس يعني معارض عمل الجو واللعيبه برده ما كانتش، انا شايف ان برده ما كانتش مركزه خالص النهارده، بس الحمد لله كان اللعب حلو والمباراه كانت جدا شرسه، ونحن راح نضل زملكاويه حتى لو هالمره خسرنا. المباراه كانت متكافئه كالعاده، مباريات صعبه الاهلي والزمالك بتلعب على اخطاء بسيطه، في كم فرصه للزمالك اجوا ما استغلناهم، وهذه نتيجه عدم استغلال الفرص لما الاهلي يغلط قدامك مره او مرتين، ومش بالعاده الاهلي يغلط يعني. والله السبب ممكن تقول عدم التركيز، ممكن لان كان في فرصه للجزيري في الشوط الثاني، كانت فرصه محققه، ضربات الجزاء كان في توتر واللعيبه، انت شفت قلت ماراثونيه، يعني اللعيبه الكبيره هي ضيعت، يعني شيكابالا ضيع، المسلوسي ضيع، عمر جابر اللي هم كباتن الفريق، واضح ان كان في ضغط عصبي شديد على اللاعبين، عشان كده نقول هارد لك للزمالك ومبروك للاهلي.